إذن هذه الصور للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي وفته المنية صباح اليوم، تذكرنا بالكثير من الأحداث والمواقف التي عاشها وكان معاصرا لها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك طوال حكمه لمدة 30 عاما، بالإضافة أيضا إلى ما سبق مدة حكمه عاصر الكثير من الأحداث، كان بدايتها حرب أكتوبر المجيدة عام 73 وحتى قبل ذلك في عام 67 والنكسة، ثم حرب 73 والعديد من المواقف السياسية بعد توليه الحكم، منها حرب الخليج الأولى وحرب الخليج الثانية والاحتلال الأمريكي للعراق، وعصر أيضا خمسة رؤساء أمريكيين والكثير من الأحداث التي كانت حاضرة في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، نعود ونذكر أنه وفته المنية عن عمر يناهز 92 عاما، وهو المولود في كفر مصلحة بالمنوفية عام 1928، وتولى نائب رئيس الجمهورية في عام 75 إلى أن أقتيل الرئيس الأسبق محمد أنور السادات عام 81، وتولى رئاسة الجمهورية عام 1981 تحديدا في 14 من أكتوبر من هذا العام، وتنحى عن رئاسة الجمهورية عام 2011. كما قلنا، هناك الكثير من الأحداث التي عاشها وعاصرها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. نلاحظ في هذه الصور التي نعرضها لكم مشاهدينا الأعزاء الرئيس الراحل أو الأسبق محمد حسني مبارك بزيه العسكري، يبدو أنه كان في دورة عسكرية يبدو أنها مع الاتحاد السوفيتي، وكان هناك أيضا بعض الصور المرتبطة بحرب أكتوبر المجيدة، وهذه الصور أيضا بزيه العسكري، وهذه أيضا، ولازلنا نتابع هذه الصور للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. فصل قصير مشاهدينا الأعزاء ونعود لاستكمال هذه الفقرة من الآن، وحديث متواصل حول الإعلان عن وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.